النهارده مثلا وزير الصحه اعلن عن شفاء مليون مريض من فيروس سي. في الفتره اللي فاتت كان في اكتر من مبادره، شاهدنا مثلا في الفتره الاخيره ميسي كان موجود هنا في الاهرامات عشان يدشن برضو لمكافحه فيروس سي. البكتيريا في منها نافع وفي منها ضار، يعني في بعض البكتيريا بتبقى متعايشه معانا في جسمنا بتنفعنا في مثلا في اثناء عمليات الهضم. بالنسبه للفيروسات، الفيروسات شيء مختلف تماما. العلماء اختلفوا شويه في تعريف الفيروس، في بعض العلماء قالوا ان هي جسيمات غير حيه، في بعض العلماء قالوا لا دي حاجه حيه، انما الراي اللي هو السائد شويه ان هي جسيمات غير حيه، لان الفيروس عباره عن شريط وراثي مغلف بغشاء زي كبسوله كده وموجود خارج جسم الانسان في صوره غير حيه اطلاقا، انما ما فيهوش اي وظائف حيويه اطلاقا زي الخلايا. يعني الفيروس لوحده ما يقدرش ينقسم. فبالتالي بس الحقيقه انا مش من هواه الارقام قوي، بس في بعض الاحصائيات اللي ملفتة للنظر شويه ولازم نعرفها كل يوم. منظمه الصحه العالميه بتقول ان من 130 150 مليون فرد بيصابوا سنويا بهباتيتس سي بشكل عام في العالم كله، تقريبا 700 الف واحد بيموت كل سنه من هباتيتس سي، ورغم كده 700 الف، برغم من كده في 90% من الناس اللي بتتعالج بالهباتيتس الحمد لله بتنجح، العلاج بينجح معاها. بالنسبه للاحصائيات العالميه بيقولوا طبعا منظمه الصحه العالميه بتقول ان هباتيتس سي متركز اكتر في شمال افريقيا وشرق اسيا. للاسف هي مصر طبعا نمره واحد في دول العالم اللي عندها متركز عندها اكتر هباتيتس سي. هي النسبه اللي ذكرتها من منظمه الصحه العالميه 15% تقريبا، من 14 ل 15%. يعني تقدر تقول ان احنا عندنا 15 مليون واحد مصاب، لان احنا تقريبا 100 مليون واحد. فدي نسبه كبيره جدا بالنسبه للمستوى العالمي يعني. هو الفترة الأخيرة طبعا بعد النسبة العالية اللي احنا وصلنا لها ديت فكرنا طبعا وقدرنا نتوصل لحلول وعلاج. العلاج اللي نزل في مصر اليومين دول طبعا علاج هايل جدا، العلاج متوفر بصورة كبيرة جدا، ده مجهود طبعا يشكر عليه الدولة في توفير العلاج للمصابين يعني. والله على حسب انا شايف الخبرات يعني مع المصابين، اي حد بيسجل على الانترنت ان هو مصاب في خلال يومين او ثلاثة ايام بيجي له رد على طول وبياخد العلاج، لان العلاج بتاع هباتيتس سي عباره عن 3 شهور، بياخد شهر 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 ورا بعض. العلاج متوفر جدا وسهل يعني، اللي انا شايفه ان الموضوع بقى بسيط جدا يعني.